السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من حوار المساء. الأول من مايو من كل عام يحتفل العالم فيه باليوم العالمي للعمال. العمال كانت لهم أدوار مفصلية وهامة في محطات تاريخية مختلفة في شتى دول العالم. فماذا عنا نحن في ليبيا؟ هل للعمال واتحاداتهم ونقاباتهم دور في الحراك المجتمعي سواء في السابق أو في الحاضر؟ وهل للعمال رؤية سواء فيما يتعلق بدورهم أو حقوقهم وواجباتهم إزاء الواقع الذي تعيشه ليبيا اليوم؟ أم أن كل حظنا من هذا اليوم يوم العمال العالمي هو مجرد كونه مناسبة لاتخاذه عطلة رسمية نستريح فيها من العمل إن كان ثمة عمل لدينا أصلا؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في حلقتنا هذه لحوار المساء. ومعنا في الاستوديو السيد عبد السلام الزوبي نائب رئيس اتحاد العمال، مرحبا بك سيد عبد السلام. وكذلك معنا الدكتور أسامة الأزرق عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد وكذلك نقيب أعضاء هيئة التدريس بالكلية بجامعة طرابلس. أهلا وسهلا بك. لو بدأت بالسيد عبد السلام الزوبي، أريد أن أسألك سيد عبد السلام بداية حول المراد بالعمال، يعني هل هم عمال المصانع؟ هل هم عمال البناء؟ هل يشمل يعني مصطلح العمال الفلاحين الموظفين؟ يعني وقبل ذلك يعني هل الحديث عن العمال في القطاع العام أو يشمل القطاع العام والخاص؟ حتى نفهم نحن والمشاهدين عن ماذا نتحدث. في البداية نشكر قناتكم على اهتمامها بهذه المناسبة ونحيي الليبيين والعمال بهذه المناسبة إن شاء الله. العمال بالنسبة للاتحاد الاتحاد الوطني للعمال ليبيا يعني أي شخص يؤدي في وظيفة، المهندس، الطيار، الكابتن بحري، كلهم خشوا في شريحة العمال. احنا يعني احنا اتحاد الوطني لعمال ليبيا يضم الخطوط، نقابة الخطوط، نقابة النقل البحري، نقابة النقل السريع، نقابة البحوث النووية. أي شيء، أي شخص يشتغل وياخذ في معاش من الدولة يعتبر عامل عندنا احنا. واحنا يعني يعمل أو يشمل كل من يشتغل في أي وظيفة أو في أي مهنة أو في أي عمل. طبعا في وظائف مثلا هي التدريس وشريحة شريحة معينة، فيها المحاسبين القانونيين، في المحامين، هذه شرائح. واحنا عندنا شريحة العمال طبعا شريحة كبيرة ضم المهندسين حتى الأطباء المفروض يكون عندهم نقابة، طبعا عندهم نقابة، فهذا الاتحاد يضمهم كلهم لأنه هو اتحاد بالنسبة لليبيا هو اللي بيمثل الليبيين في المنظمات المناظرة لنا في العالم. والمنظمات المناظرة لكم يعني لديها تعريف موحد، يعني هل هناك تعريف موحد للعمال يعني بهذا الشكل الذي طرحته الآن؟ بالضبط، هذا هو الاتحاد العالمي للعمال ويشمل القطاع الخاص أو العام أو الحكومي، يعني لا فرق. لا، يشتمل القطاع الخاص والعام. طبعا القطاع الخاص في ليبيا بداية قاعد يحبو. طيب سنتحدث عن تفاصيل أكثر سيد عبد السلام، وقبل أن نتحول إلى الدكتور أسامة الأزرق اسمحوا لنا أن نتابع هذا التقرير. أعزائي المشاهدين نشاهد هذا التقرير ثم نعود لمتابعة هذا الحوار. الأول من مايو يوم العمال العالمي الذي بدأ العالم في إحيائه قبل أكثر من 100 عام عندما استلهم من إضرابات العمال في ولاية شيكاغو الأمريكية للمطالبة بتحسين أوضاعهم تحت شعار 8 ساعات عمل، 8 ساعات نوم، 8 ساعات للراحة والاستمتاع. وفي ليبيا كانت بواكير الحركة العمالية قد اتضحت عام 1947 من خلال تنظيم العمال في ليبيا والذي اكتسب شرعية قانونية بعيد استقلال البلاد مباشرة، إلى أن تم نسف كل التنظيمات التي لا تدور في فلك نظام القذافي بعد انقلاب سبتمبر المشؤوم والذي عم بظلمه كل القطاعات، ولم يستثني قطاع العمال والموظفين سواء من خلال مقولات كتابه الأخضر أو عن طريق قوانينه وتشريعاته الجائرة. ثم عادت ليبيا بعد ثورة فبراير لإحياء يوم العمال، هذا اليوم الذي لا يكاد يعرفه الليبيون
إلا باعتباره عطلة رسمية للدوائر والمؤسسات الحكومية. واليوم وبعد 5 سنوات من ثورة فبراير، ضربت فيها الثورة المضادة بكل قوتها وأضرت فيها بكل الشرائح في ليبيا، وكان من ضمنها العمال. سوق العمالة في ليبيا الذي يعاني أصلا من تضخم في القطاع العام، يصفه بعض المراقبين بالبطالة المقنعة وعشوائية تصل إلى حد الفوضى في عمالة القطاع الخاص. زاد من تدهورها أوضاع سياسية مرتبكة وأوضاع ميدانية ملتهبة، ألقت بثقل ظلالها على أحوال الناس المعيشية والاقتصادية، وهجرة غير نظامية لا تمنع دخولها حدود البلاد البرية ولا تضمن وصولها حدودها البحرية، لتزيد هي الأخرى من أعداد العمالة العشوائية الوافدة والتي تفترش الأرصفة يمينا وشمالا، لا يسيرها قانون ولا تنظمها رقابة. وإن كانت تسمع أحيانا أصوات لتجمعات ومنظمات ونقابات تهتم بتنظيم قطاع العمال، فلا يكاد يلمس المواطن الليبي دورا لهذه النقابات في حماية حقوق العمال أو تنظيما لأعمالهم. فهل دعوات تنظيم سوق العمل في ليبيا يعد أولوية اليوم، أم أن هذا يعد من ترف الحديث في ظل كل ما تشهده البلاد من أزمات وصراعات؟ مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من حوار المسألة، التي نخصصها للحديث عن يوم العمال العالمي بمناسبة اليوم العالمي للعمال. أتحول مباشرة إلى الدكتور أسامة الأزرق، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد وكذلك نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس. مجدد الترحيب بك دكتور أسامة. بداية دكتور أسامة، يعني لماذا اكتسب العمال كل هذه الأهمية، يعني وهل تنحصر أهميتهم في الجانب الاقتصادي فقط أم أن لديهم أيضا أهمية حتى سياسية؟ في البداية أتقدم بالشكر والتقدير لقناتكم الموقرة، وكذلك أتقدم بالتهاني بأحر التهاني القلبية لكل العاملين في ليبيا بمناسبة اليوم العالمي للعمال. الإجابة لسؤالك، طبعا كل التشريعات وكل القوانين أعطت أهمية بالغة لشريحة العمال على اختلاف تصنيفاتهم واختلاف وظائفهم وهالاتهم، لأنهم يشكلوا القاعدة الرئيسية في أي اقتصاد في العالم. هذه الطبقة لها دور هام، لها دور كبير في نشاط الاقتصاد، في النظام السياسي، في النظام الاقتصادي، في النظام الاجتماعي. فنجد حتى حقوق العاملين لديهم حقوق تتمثل في الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي، نظرا لأهمية الدور اللي يلعبوه في عجلة التنمية وعجلة التقدم. فكل القوانين والتشريعات أعطت أهمية لهذه الطبقة، وهي الطبقة الرئيسية في عنصر الإنتاج، في عنصر الخدمات، في عنصر العنصر الأساسي في عملية التقدم، في عملية في النمو. لكن هذه الطبقة يبدو أنها ليست طبقة أو شريحة محدودة، يبدو أنها شريحة عريضة بحسب التعريف الذي ذكره قبل قليل السيد عبد السلام الزوبي، يعني شريحة عريضة تكاد تشمل كل المواطنين. طبعا هو تعريف ربما فيما عدا الطلبة والعجزة والمتقاعدين. يعني طبعا هو تعريف العمال او العامل هو كل من يتقاضى، يعني وفق لقانون حتى التعريف الاوردي قانون العمل الليبي، اللي هو قانون رقم 12 2010 بتنظيم علاقات العمل، بيقول لك هو كل العامل، اللي هو كل من يؤدي وظيفه للدوله وتتسم بالاستمراريه. الاستمراريه حددها القانون لفتره تزيد عن 6 اشهر. فهذه الشريحه لا تشمل العمال الفنيين فقط، وانما كما وضح الاستاذ عبد السلام هي تشمل جميع الشرائح، كل من يعمل لدى الدوله سواء كان قطاع عام او قطاع خاص، وكانت مهن تخصصيه، مهن عامه، يعني شريحه عريضه جدا. طيب سيد عبد السلام الزوبي، كيف تمر هذه المناسبه، مناسبه اليوم العالمي للعمال، على عمال ليبيا، وكيف احييتم يعني هذه المناسبه؟ طبعا المناسبه هذه احنا نجهزوا لها من شهر فات، يعني طبعا الاتحاد الوطني لعمال ليبيا فرع طرابلس عقد اجتماعات، اجتماع في مصنع التبغ، واجتماع في اظن في شركه صرف صحي، وقررنا طبعا تشكيل
لجنة عليا للإشراف على الاحتفال، وتمت اللجنة وبدأنا في مساعي لل... طبعا اتصلنا بشركة تبغ بهاتف ليبيا وبمجلس البلدي في طرابلس ونسقنا معهم ودعمونا ماليا طبعا وأعطونا كشوفات. طبعا احنا طلبنا منهم كشوفات للعاملين القدامى مثلا زي العاملين المتقاعدين بشركة التبغ والعاملين بشركة ليبيا بريد ليبيا مش ووفونا ودرنا لهم دروع وقدم، والحمد لله يعني درنا اليوم بدار المرحوم عبد الخالق النواجي في المدينة القديمة، درنا احتفالية احضرها معظم يعني شباب. لكن كيف تمر هذه المناسبة عليكم؟ يعني أنتم في اتحاد العمال وربما تحتكون بمختلف شرائح العمال في ليبيا والموظفين إلى آخره، كيف تمر عليكم هذه الذكرى خاصة في الأوضاع التي تعيشها ليبيا حاليا؟ طبعا هي المفروض تمر مناسبة عظيمة بالنسبة للشعب الليبي، يعني عيد العمال كان منفي ممسوح من ذاكرة الليبيين، معناها من دائرة هو عيد المنتجين، عيد المنتجين 1/9 كويس، واحنا احييناه في 2012 وبدأنا على المنوال في 2012. كانت الحياة طبعا كويسة والأمور هانية والحالة الأمنية جيدة، لكن توهم صراحة كانت القطاعات كلها تحتفل، الميناء يحتفل، النقل البحري تحتفل، الطبق يحتفل، كل واحد يحتفل بروحة. ويعني تمر عليكم هذه الذكرى يعني والعمال ربما في أوضاع صعبة جدا يعني نعم. طيب دعنا نخرج إلى فاصل قصير، سيد أسامة الزوبي وكذلك الدكتور أسامة الأزرق، نخرج إلى فاصل قصير أعزائي المشاهدين ثم نعود لمتابعة هذا الحوار. إذاعة تناصح المسموعة، منبر لكل نصح. نزف إلى مشاهدينا ومستمعينا الكرام انطلاق إذاعة التناصح المسموعة بحلة جديدة وباقة ممتعة من البرامج المباشرة والمسجلة الاجتماعية منها والثقافية والتربوية، والتي نسعى من خلالها لطرح ومعالجة أبرز القضايا التي تهم كل فرد من أفراد المجتمع. ويمكنكم متابعتنا على الترددات الآتية: إذاعة التناصح المسموعة المنطقة الغربية عبر الأثير 102.1 FM، إذاعة التناصح المسموعة مدينة زليطن والخمس ومسلهت عبر الأثير 89.3 FM. كما يمكنكم المشاركة في البرامج المباشرة على الرقم 021-334-7405. إذاعة التناصح المسموعة، منبر لكل ناصح. يمكنكم متابعتنا على facebook.com/tanasah-tv أو على twitter.com/tanasah-tv، أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح، أو يمكنكم التواصل على التليجرام تناصح تي في. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من حوار المساء، ونجدد الترحيب بضيوفي الكرام هنا في الاستوديو: السيد عبد السلام الزوبي نائب رئيس اتحاد العمال، وكذلك الدكتور أسامة الأزرق عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد ونقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس. أجدد الترحيب بكم جميعا. وأتحول إليك دكتور أسامة. دكتور أسامة، بحكم أنك يعني متخصص في الاقتصاد، يعني هل لهذه النقابات وهذه الاتحادات يعني دور في تنمية الاقتصاد الوطني، أم أنها مجرد مهتمة بجانب الحقوق والدفاع عن حقوق العمال فقط؟ والله هو في الحقيقة لها دور وإن كان غير مباشر. هي وظيفة النقابات تتمحور في لو اختزلناها في شيئين: هي حماية الممتهنين لهذه المهنة، حماية الأشخاص اللي انتموا لهذه النقابة،
وتطويرهم. يعني من الواجبات اللي على كاهل النقابات هي تطوير الافراد اللي في المهنه من خلال ورش العمل، من خلال البرامج التدريبيه، من خلال اللقاءات، من خلال الندوات، وما تم ومتى تم تطوير هذه الشريحه بالتالي حينعكس على المردود الاقتصادي لجهه العمل. فلها تلعب دور بالاضافه لحمايه حقوقهم ان هي تنميهم وتطورهم، حتى في حمايه الحقوق انا لما نحمي نوفر للموظف والعامل البيئه المناسبه اللي هي تتمثل في ضمان حصول على حقوقه وحصول على الرعايه الاجتماعيه وحصول على كل ما يحتاج اليه، تحصيل حاصل حيكون العمل الانتاجيه بتاعها حتكون. هل تشمل هذه الحقوق مثلا حقوق ما بعد التقاعد مثلا من الضمانات او شيء من هذا النوع؟ أم أنها فقط مهتمة بالذين يعملون في هذه الفترة فقط؟ في الحقيقة هو القانون الحالي للنقابات هو إلى ما يتعلق بحماية الموظف إلى حين العمل، مجرد ما ينتهي التقاعد يصل التقاعد ينتقل إلى مؤسسة أخرى وهي مؤسسة الضمان الاجتماعي. يعني لا يمكن إذا كان لربما تكون هناك نقابة للمتقاعدين أو رابطة، لكن النقابات العمالية هي حقوق رعاية حقوق الموظف إلى حين وصول سن التقاعد، ما بعدها ينتهي علاقته بالعمل بجهه العمل. طيب سيد عبد السلام الزوبي، يعني ما هو واقع الاتحاد العالمي او الاتحاد الوطني عفوا لعمال ليبيا؟ لو اعطيتنا نبذه عنه، وخاصه في سياق الحديث عن واجبات هذه النقابات واهدافها من ناحيه تحسين وحمايه حقوق العمال. طبعا الاتحاد الوطني لعمال ليبيا عقد مؤتمرة في 2012 في يناير 2012 في فندق باب البحر، وطبعا حضرنا فيه ممثلين عن منظمة الوحدة النقابية الأفريقية وعن الاتحاد المغاربي وعن وزارة العمل، ودرنا مؤتمرنا النقابي الأول، ورشحنا ونقول انتخبنا المكتب التنفيذي للاتحاد العام الوطني لعمال ليبيا. هذا في يناير 2012. وقبل ذلك كان منقطع، يعني الاتحاد لا يجتمع. لا قبل ما فيش اتحاد. احنا استلمنا ومشينا نادينا الاتحاد المنتجين الاول، وقتنا ودرنا منه تسليم واستلام. التسليم والاستلام هذا ضروري، لان الاتحاد المنتجين السابق كان يمثل ليبيا في المنظمات. وقبل اتحاد المنتجين السابق ماذا كان؟ كانت النقابات، كان الاتحاد الوطني هو اللي كان يمثل في ليبيا في المنظمات المناظرة. يعني تو عندنا منظمة الوحدة النقابية الأفريقية، احنا أعضاء مؤسسة، عندنا منظمة مثلا الاتحاد الدولي لعمال العرب، احنا أعضاء مؤسسين فيها ورئيسها ليبي تو حاليا، فهمتني؟ عندنا منظمة الاتحاد المغاربي، احنا أصلا مؤسسين فيها، هذه منظمات نقابية ومنظمات دولية. احنا استلمنا ضمن تسليم واستلام من الاتحاد المنتجين حتى نضمن التمثيل، لان احنا لو كان درناها فوضى، مع احترامي للشعب الليبي، فوضى هيك ودرنا النقابات المنظمات مش حتعترف بينا. لابد من اتحاد لهذه النقابات، لازم تسليم واستلام. هل الاتحاد هذا الان في الواقع الليبي، نعرف ان الواقع الليبي منقسم الان، هل هو اتحاد واحد ام انعكس الانقسام حتى على اتحادات؟ ثلاثة اتحادات تقريبا ولا اربع اتحادات. طيب اللي يجي يدير اتحاد، والمشكله والعالم مع من يتعامل؟ العامل اسمع، النقابات فيه جوزين، يعني جوز في الاتحاد العالمي الحر، هذه منظمة مش مشتركين فيها احنا طبعا، العرب اغلبيتهم مش مشتركين فيها. ليش؟ لانها فيها منظمة الهستدروت او حزب العمل الاسرائيلي. طبعا المنظمة هذه احنا لما بتخش انت في المؤتمرات بتاعها لا بتسلم عليها انت، فاحنا باعتبارها زميل، باعتبارها زميل عمل. فاحنا بالنسبة ومعظم العرب ما منسحبين منها احنا، وخاشين الاتحاد العالمي. طيب فهمتني؟ الاتحاد العالمي هذا ما فيش اسرائيل وما فيش امريكا. طبعا المنظمه هذه استقطبت ناس واعترفت بهم كاتحاد باش انضموا لها. وهذا طبعا هم احرار، احنا دوله ديمقراطيه، انا ما بقول شيء طبعا. لكن لم تجبني على سؤالي، يعني الاتحاد العالمي للعمال
يعني يتعامل معكم انتم كاتحاد ام يتعامل مع الاتحادات الاخرى؟ لا يتعامل مع الاتحاد العالمي الحر لا، لكن الاتحاد العالمي اللي مقره في بروكسل يتعامل طيب. يتعامل معنا، والاتحاد الدولي للعمال العرب يتعامل معنا وتوكلنا في ومنظمه الوحده النقابيه الافريقيه طبعا. طيب على ذكر منظمه الوحده النقابيه الافريقيه استسمحك يعني ينضم الينا عبر الهاتف السيد محمد المبروك نائب رئيس منظمه الوحده النقابيه الافريقيه. مرحبا بك سيد محمد. السلام عليكم، مرحبا اهلا وسهلا بكم احييكم. الله يحييك سيد محمد. في البدايه يعني نهنئكم بهذه المناسبه، يعني مناسبه اليوم العالمي للعمال، ولو عرفتنا بدايه حول هذه المنظمه، منظمه الوحده النقابيه الافريقيه. هذه المنظمه اخي العزيز، هذه المنظمه تضم اتحادات عمال في 53 دوله من بينهم ليبيا طبعا، ونحن كليبيين نعد نفسنا مؤسسين لهذه المنظمة، وشغلنا فيها عضو مكتب في العمالة العامة، والآن نشغل موقع نائب رئيس كليبيين كاتحاد وطني لعمال ليبيا، نائب رئيس لهذه المنظمة. تم انتخابي شخصيا في المؤتمر الأخير سنة 2012 في الجزائر. وهذه المنظمة طبعا ترعى حقوق العمال على مستوى أفريقيا وقضاياهم العادلة. لهذه المنظمة وضع استشاري في الاتحاد الأفريقي اللي هو كان منظمة الوحدة الأفريقية اسمها التوى الحالي الاتحاد الأفريقي، هو تملك هذه المنظمة موقع استشاري مهم جدا، تسأل ويطلب منها الرأي في كل القضايا العمالية والاتفاقية. عفوا سيد محمد، يعني متى تأسست يعني هذه المنظمة التي أنتم يعني أنتم أعضاء مؤسسون فيها؟ طبعا هذه المنظمة تأسست سنة 1973 في أكرا، ويعني انضم لها في ذلك الوقت عدد ليس كبير في عند التأسيس، ولكن يعني فيما بعد أصبحت تضم جميع الدول الأفريقية الاتحادات العمالية في القارة الأفريقية. وهذه المنظمة أيضا لها أيضا وضع استشاري كاتيجوري إيه، يعني كاتيجوري درجة أولى، وضع استشاري مهم جدا في منظمة الأمن الدولية، ولها أيضا وضع استشاري في بعض مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى زي منظمة الباو واليونسكو ومنظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان. كل هذه المنظمات لها عضوية فيها وعضوية استشارية مراقبة. طيب ابقى معنا رجاء سيد محمد، اتحول اليك دكتور اسامه الازرق. دكتور اسامه، يعني كما استمعت وكما شاهدت يعني العمال لديهم العديد من النقابات، العديد من الاتحادات على مستوى محلي اقليمي دولي. لو رجعنا الى 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 ليبيا، يعني كيف ترى واقع العمال في ليبيا ومدى تاثيرهم على الاقتصاد الليبي؟ والله في الحقيقة هو بالنسبة للعمل النقابي في ليبيا للأسف أن النظام السابق في طيلة 43 أو 42 سنة السابقة جعل النقابات جزء من 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 الحكم، يعني حلقة من حلقات الحكم لتمرير مشروعه وتمرير نظريته، فكبلها بقوانين أصبحت عائق لعملها. وهذا يجعلنا نجاوب حتى على سؤالك الأول اللي هو احتفالية ليبيا بهذا اليوم. للأسف الوعي النقابي مش موجود في ليبيا، يعني لازلنا الليبيين لا نعرف الوعي النقابي لأنه طمس خلال فترة 42 سنة مثله مثل المجتمع المدني. فحتى العمال يعني احنا لو نجون للأساس الأساس عمل النقابات أو هذا اليوم اللي هي عطلة النقابات، النقابات تشكل قوة في حركة الاقتصاد، في حركة الاقتصاد أجور النقابات، أجور العاملين، مزاياهم، الرعاية الاجتماعية اللي تقدم لهم، كلها عوائق تقف أمام المؤسسات الاقتصادية. في وجود النقابات القوية تحمي هذه الحقوق للعاملين، وبالتالي ينعكس أدائها بشكل جيد على دور المؤسسة. ولكن العاملين للأسف يعني احنا حتى في القطاع العام نجد الآن عندنا
مشاكل في القطاع العام، عدد كبير من الموظفين، مرتبات تعتبر مقابل ساعات قليلة من العمل، فهذا كله أنعكس حتى بالأثر السيء في الجانب الآخر على أداء المؤسسات. هذه المشاكل التي تحدثت عنها، يعني هل للنقابات دور في معالجتها؟ يعني موضوع تكدس عدد الموظفين، ربما التضخم في جانب معين، والقصور في جانب آخر. يعني لدينا مثلا عمالة وافدة كبيرة ربما تشتغل في جوانب أخرى، هل لهذه الاتحادات يعني والنقابات دور في معالجة هذه الإشكاليات؟ والله في الواقع الحالي لا، لعدة أسباب. أولا عدم، زي ما قلت لك، النقطة الأساسية اللي هو عدم وجود الوعي النقابي وحتى سيطرة وقوة النقابة داخل المؤسسات والمجتمع. يعني احنا نجدنا في قانون النقابات هو 23 سنة 98 برغم انه من العهد الاول، ولكن في احد المواد يقول لك ان النقابة هي من تمنح ترخيص مزاولة المهنة. يعني سواء كان هذا طبيب او مهندس او عضو تدريس لابد من 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 النقابة، وهذا ما معمول به في العالم. يعني لو اي طبيب يمارس مهنة الطب في العالم لابد من اذن مزاولة من 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 النقابة. الحقيقة هذه القوانين لم تحيا. اذا كانت هذه القوانين ذات فاعلية لربما تلعب النقابة. هذه القوانين اليست سارية الان؟ هي سارية، هي قوانين موجودة، ولكن تطبيق هذه القوانين غير مفعل. لأن الدولة لا تعطي أي أهمية للنقابات. يعني أنا كنقابة لو تطبق لي القانون ونمنع ونعطي إذن مزاولة المهنة في حالة أن يتكدس الوضع، يعني لما نعطي الغرض منها غرض مشرع من أن يعطي للنقابة منح مزاولة المهنة، أني بندافع عليه الموظف هذا أو العامل، أنا بنوقف أمام القضاء وبنحمي له حقوقه وبنوفر له الرعاية والدورات وتطويره، بالتالي أنا لازم عندي مواصفات معينة ما ناخذش اي موظف او اي عامل بحيث ان ندخل كها للنقابه. فمن هذا المنطلق قد يكون للنقابات دور في تقليص الكادر الوظيفي وفي القطاع العام. طيب سيد عبد السلام الزوبي، يعني هذه النقابات يعني بمختلف مستوياتها المحلي والدولي الى اخره، يعني من يمولها؟ من تتبع؟ هل هي مؤسسات حكومية تتبع الحكومة مثلا، أم أنها مؤسسات أهلية؟ وهل لديها ذمة مالية مثلا مستقلة؟ كيف يعني تدار؟ لو عرفتنا عنها أكثر. طبعا النقابات جسم إداري تام، فيه إدارة مالية وفي إدارة شؤون إدارية وفيه مثلا من اشتراكات أعضاء. طبعا النقابة الأساسية تتمون من المشترك من العاملين المسجلين بها. في القانون 23 ينص ان خصم من دينار لخمسة دينار من كل عامل. طبعا على حسب النظام الاساسي او خصم عن طريق الضرائب، يعني لا خصم من المراتب. يخصم مثلا اي شركه عندها نقابه، العاملين بالشركه يخصم منهم دينار او دينار من دينار لخمسة حسب موافقة المؤتمر بتاعهم، فهمتني؟ وطبعا تتمون بها. النقابة الأساسية تاخذ 50% من الاشتراك. الدينار هذا تاخذ منه 50%، وال 50% الثانيين تعطيهم للنقابة اللي أعلى منها اللي هي الفرعية والعامة، 25-25. يعني الموظف يعطي 50% من للنقابة الأساسية بتاعها، و 25% للفرعية اللي تمثل على مدينته أو إقليمة، و 25% اللي تمثله كليبيا يعني عام. يعني مثلا هذا مثلا منظمة الوحدة النقابية لديكم اشتراك يعني تدفعونه؟ احنا تو في إشكالية مع منظمة، لأن احنا ما دفعناش اشتراكاتنا، والاتحاد الدولي العربي ما دفعنا له اشتراكات، واخي فيه ناس يخدموا ليبيين معاهم ما خدوش رواتب ولا خدوا اشتراكات. طبعا المفروض احنا كاتحاد نغطوا الاشتراكات هذه، لكن طبعا الخصميات هذه وقفت. طيب يعني لو حدثنا عن المشاكل، ربما هذا يجرنا للحديث عن المشاكل التي يواجهها العمال بصفة عامة في ليبيا وبصفة خاصة النقابات واتحاد العمال. ما هي أبرز المشاكل؟ أبرز المشاكل المقرات. طبعا النقابات الأساسية الشركات طبعا تغولت عن النقابات، لأن النقابات ما عاش لها دور زي ما قلت في غياب سيطرة الدولة. فده مدير الشركة مش مدير حساب للنقابة، لأن مدير الشركة حاطة الدولة حاطة كده يعني، ولهذا مش خايف منها.
فأول حاجة الأساسية ما عندهاش نقل. احنا كاتحاد احتلونا المقر متاعنا. لك مثلا من وجهة نظر الدكتور أسامة يرى أن المشكلة الأكبر التي تواجه العمل النقابي هو انعدام الوعي أو قلة الوعي بأهمية النقابات أو بالعمل النقابي. والله الوعي باش يجي باش يجي سمحني شوية تستشعرون يعني هذا الـ لا هو اسمع سمحني شوية يعني تو منعقب عليه الأستاذ. هو قال النقابات هي اللي تنظم العمل. فعلا النقابات حتى في النظام السابق كانت تنظم العمل. نقابة الصيدليين لما تجي تطلب منها إذن مزاولة ما يعطيكش إذن مزاولة إلا ما يكون بعيد على صيدلية تانية يعني هو يعرف الصيدليات متاعها. نقابة التأسيس يعني إن السيارة الأجرة كذلك كل من النقابات هذه تعطي إذن مزاولة مش تعطي فيها على عبط ولا أنك تعالى نعطيك لا في أسس في أسس معمولة بها باش ما يتكدسش العمل ما يتكدسش التاكسيات في مكان واحد ولا الصيدليات في مكان واحد ولا يعني هذا اللي نقصد يعني بالنسبة للتنظيم النقابي وهذا موجود قاعد لتوا لكن هات أعطيني من آزرة من جهات الدولة غياب ربما السلطة التنفيذية يعني الدولة ما تسمحني في الدولة والسلطة التنفيذية هذه هي اللي تحرف النقابات حاليا لأنها ما تبيش منافس لها تبي تدير ما تبي والنقابات خليها بعيد في ثلاثة يا ريت حتى خمسة اتحادات الصين زوز مليار عندهم اتحاد واحد للعمال ايه احنا تو اصبح ثلاثة وعندهم هم تعالوا يا ناس شوفوا رقيهم وشوفوا كده تعالوا لا وزارة العمل مش مكترتها ربما هذا بسبب الأوضاع السياسية وربما أسألك طبعا هو أسألك يعني أيضا الأوضاع السياسية والأمنية عن دوركم في هذا الموضوع وأتحول قبل ذلك إلى السيد محمد المبروك نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية سيد محمد يعني أو نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية عفوا سيد محمد كيف تخدم عضويتكم في هذه المنظمة قطاع العمال في ليبيا طبعا السؤال ما السؤال مش واضح شويه السؤال غير واضح سالتك تستمع الي الان بشكل واضح انا اسمع لك كويس طيب سالتك يعني عن هذه المنظمه منظمه الوحده النقابيه الافريقيه التي انتم يعني اعضاء فيها وتشغلون منصب نائب لرئيسها كيف تخدم عضويتكم في هذه المنظمه قطاع العمال في ليبيا طبعا بالنسبه لهذه المنظمه اسر المنظمات ايضا الدوليه الاخرى هي عندها جانب حقوقي او الدفاع عن حقوق العمال اذا تعرض العمال في هذا البلد او في اي بلد افريقي الى اي مخاطر طبعا من النظام استبداد او قبل ما مواقعهم او التعدي على مكاتبهم او وثائقهم او فالمنظمه تتدخل فعليا عن طريق الاتحاد الافريقي وعن طريق منظمه العمل الدوليه وتقدم شكوى رسميه قد تصل الى التحقيق مع الدوله او الحكومه القائمه اذا تعرض النقابات او العمال الى اي شيء يخل بالاتفاقيات الدوليه ومواثيق العمل الدوليه لكن تحدث يعني ضيفي هنا في الاستوديو السيد عبد السلام الزوبي عن بعض المشاكل التي يعاني منها قطاع العمال ونقاباتهم في ليبيا كيف تتابعون أنتم هذه المشاكل وما هي رؤيتكم من أجل حلها طبعا فيما يتعلق والله هناك متابعة شبه دائمة يعني من أمانة المنظمة أمانة المنظمة حاليا على رأسها زميل واخ عزيز من الجزائر حقيقة يشعر بشعور الليبيين وبما يتعرض الليبيين الآن وبهذه الظروف الدقيقة فهو يعلم علم اليقين ما يتعرض له القوى العاملة في ليبيا الآن كثير من المواقع كما تعلمون تم القضاء عليها نهائيا إما دمرت بسبب الصراعات أو الحروب أو تم بدون تقديم التسهيلات وسيولة لهذه المصانع عدم تقديم المواد الخام عدم تجديد الآلات يعني كل هذه عموم المنظمة تتابع هذا العمل ولكن نظرا للضيوف أيضا نظرا للضيوف التي تمر بليبيا أيضا فهناك طبعا نوعا ما من
يعني تحظت باتخاذ مواقف ضد هذا، ولكن المنظمة نفسها يعني تعمل بجهود من أجل التواصل مع وزارة العمل ومع أيضا الخارجية في ليبيا. وسبق أن كما تحدث زميلي عبد السلام زوبي أن مقرات الاتحاد بل هناك أيضا مقرات عربية وإفريقية تم الاستيلاء عليها من ميليشيا. هذا تدخلت المنظمة وكاتبت وزارة الخارجية وكاتبت وزارة العمل لاسترداد هذه المواقع لأنها من حق العمال. هذه مكاتب الاتحادات العمالية يجب أن ترجع لاتحاد العمال ومش العربية الوطنية أيضا. فهذا الجانب من الجوانب. الجوانب الأخرى الثقافية مثلا، هناك برنامج ثقافي تتم تمويله من المنظمة بالتعاون مع منظمات مانحة وبعض الدول المانحة مثل الصين مثلا. تم رصد بعض المبالغ من المنظمة لتقديم مساعدة وتوعية وتنظيم ورش عمل وسمينارات وندوات وغيرها لمرحلة من الصراع. كيف ينتهي الصراع؟ كيف يكون دور العمال في حل مشاكل الصراع؟ وكيف يتحول يعني ما بعد الحروب وبعد الصراعات؟ هناك كما تعلم هناك وسائل وطرق كيف لو سألتك عن أحد لو سألتك تحديدا عن إحدى هذه المشاكل التي ربما يعاني منها قطاع العمال في ليبيا، وهي تعدد الجهات التي تتحدث باسمهم كما ذكر ضيفي هنا السيد عبد السلام الزوبي، يعني كيف تتعاملون مع هذه الإشكالية؟ يعني هناك أكثر من اتحاد عمال. أنا أشكر زميلي عبد السلام، الحقيقة لفت نظركم إلى نقطة مهمة جدا. كان كل جل اهتمام الاتحاد الوطني لعمال ليبيا هو الحفاظ على موقع ليبيا في هذه المنظمات، وهذا لا يتم إلا من خلال تسليم ديمقراطي سلمي مع المنظمة السابقة اللي هي عضو مسجل في هذه المنظمات. كان هذا المسجل هو العضو المسجل، فتم التسليم والاستلام مع أمانته السابقة للأمانة الجديدة، وتم وبالتالي فالذي يمثل ليبيا هو الاتحاد الوطني سواء في منظمة الوحدة النقابية الإفريقية أو الاتحاد الدولي للعمال العرب أو الاتحاد النقابي المغاربي أو الاتحاد العالمي للنقابات الذي مقره أتينا. هذا فيه فقط عضوية الاتحاد الوطني للعمال ليبيا، وبالتالي هو يتعامل من خلال هذه القناة التي أدها شرعية وقانونية وتمثل فعلا العمال في ليبيا. طيب طيب ابقى معنا رجاء سيد محمد المبروك. دكتور أسامة، البعض يقول بأن يعني القطاع العام في ليبيا يعاني من ظاهرة بطالة مقنعة، هناك تضخم كبير في عدد الموظفين بينما هم في الحقيقة لا يؤدون أي عمل، ويعتبرون أن هذا نوع من البطالة وإن كانت مقنعة. كيف ترى هذا الأمر؟ طبعا في البداية قبل أن نجاوب على سؤالك بخصوص دور النقابات تعقيبا على كلام الأستاذ عبد السلام في مزاولة المهنة، أنا أقصد أنت سألتني حضرتك على القطاع العام. النقابات تمنح حتى في النظام السابق، صحيح هذه تمنح ترخيص للمحاسبين القانونيين والصيادلة وكل مزاولين المهنة الخاصة، أنا أقصد القطاع العام. يعني أنا مثلا عندي شركة أو جامعة مثلا يمثل جامعة طرابلس، هل في القانون يقول لك أن كل من يمارس العمل يجب أن يحصل على ترخيص؟ هل الموظفين القطاع العام يحتاجوا إلى مزاولة إذن مزاولة من النقابة أو لا؟ لأنك أنت بموجب القانون أنت مسؤول على حماية حقوقه وواجباته والمثول أمام القضاء ودفاع عنها. فأحيانا قد تحدث مشكلة أن القطاع الخاص القطاع العام، وحناتي إجابة لسؤالك، أنه يثقل كهلة بعدد الموظفين وتصبح النقابة غير قادرة عليه على ممارسة دورها في ظل التضخم العددي. إضافة لأهم النقاط اللي نراها تقف عائق في النقابات اللي هي الاستقلالية، والنقطة طرق لها الأستاذ عبد السلام اللي هي الموارد المالية. موارد مالية ضعيفة لهذا الحال، هو 12 دينار في السنة أو دينار من كل موظف، وينقسم زي إحنا في نقابة الجامعة بين النقابة الأساسية الكلية ونقابة الجامعة ونقابة العامة، يصبح وضعها ضعيف جدا. بخصوص القطاع العام، مشكلة الاقتصاد في ليبيا هو هيمنة القطاع العام، هيمنة القطاع العام على الاقتصاد الليبي. الأموال في القطاع العام، الميزانيات في القطاع العام، الكل يتصارع للحصول على السلطة في القطاع العام. القطاع العام كل من هو غير متعين في القطاع العام
يعتبر نفسه في بطالة، هو في القطاع الخاص لمرحلة إلى أن يحصل على عمل في القطاع العام، لأن القطاع العام للأسف هو حماية للموظف بدون إنتاجية فعلا. بعد الثورة من الأشياء اللي حدثت، سواء كان على مستوى النقابات، حتى النقابات للأسف توسعت في منح التراخيص. يعني لو احنا درنا حصر، لو الاتحاد العام دار حصر لإذن المزاولة اللي صدرت للمحاسبين القانونيين ولا الصيادلة ولا من بعد دورة، حيجد هناك عدد كبير. بالنسبة للقطاع العام نفس الإشكالية اللي حدث، تعيينات كبيرة جدا، هذه التعيينات أثقلت هذا الكهل، أصبحت عائق في التنمية. الكل يتقاضى مرتب وهو لا يعمل، ويرى في القطاع العام هو المظلة، هو الحماية، فأصبح. طيب، تحدثت عن إذن المزاولة في حديثك، في الحقيقة أنا لم أفهم تحديدا يعني ما الذي أردت أن توصله في بالحديث عن هذا الموضوع. إذن المزاولة هل تقصد أنه يعني يمنح للموظفين أو العاملين في القطاع الخاص فقط، أم أنه أيضا يمنح للعاملين حتى في القطاع العام؟ لا، هو في القطاع العام لا يمنح، هو يمنح إذن المزاولة من النقابات لنقول إحنا المهنة التخصصية. يعني طبيب يفتح عيادة، طبيب خاص، محاسب قانوني بيفتح مكتب محاسب قانوني، الصيدلي بيفتح صيدلية، طبيبي بيفتح عيادة خارج القطاع العام. فهذا ياخذ ترخيص من النقابة المختصة. أما بالنسبة للقطاع العام لا يحتاج. القطاع العام لا يحتاج. وهذا مجرد هو تعيينه في القطاع العام يصبح هو موظف في القطاع العام، وتصبح النقابة مسؤولة أن هي تدافع عليه وتحمي حقوقه وتقف إلى جانبه وطوره. وإذا كان في القطاع الخاص أيضا مسؤول النقابة أن تحمي حقوقه، وليس كذلك؟ طبعا هو أعتقد أنا حسب معلوماتي إن ما فيش نقابات في القطاع حاليا في تجربة ليبيا في العالم الثاني، حتى القطاع الخاص عنده نقابات، مش عارف في ليبيا في القطاع الخاص هل عنده نقابات. ربما يجيب عن هذا السؤال السيد عبد السلام الزوبي. طبعا في القطاع الخاص عندنا نقابة الصيد البحري، عندنا نقابة المهن الحرفية، نقابة المعادن الثمينة، نقابة الفنادق، نقابة السياحة، عمال المقاهي يتبع السياحة طبعا. طبعا هي توا مش الخلل في النقابة، توا الخلل ان المواطن بدأ يدير من غير ترخيص، يعني بدأ يفتح بدون ترخيص، مش النقابة عاطية الإذن المزاولة. في السابق انت لما بدير ترخيص اول شيء يطلبوه منك في القطاع الخاص إذن المزاولة، أو إذن المزاولة أو موافقة من النقابة. يعني أنت بدير مقهى بتمشي لنقابة السياحية، نقابة السياحة ونقابة المقاهي النقابة هذه تعرف أن شارع أم مختار فيه ما يسده من المقاهي، لأن المقاهي مش غير عدد، لأن مفروض حتى في البنية التحتية المجاري يتحملوا مطاعم يتحملوا. صحيح. يعني قصدها هذه نقصد، يعني مش حتى عدد، فهو ما يعطيكش إذن، إذا ما تقدرش تتحصل على ترخيص إنك باش تدير مقهى في شارع عم مختار. الفنادق كذلك، ونوهت بقريك على الصيدليات، صيدلية شارع عم مختار توا ممكن تدير حتى 5 صيدليات. ليش؟ لأنه هو فاتح صيدلية ومدير لا في توا كذا، لكن بدون ترخيص. لأن الدولة بدون إذن من النقابة تقصد، وليس بدون ترخيص. بدون ترخيص حتى من الدولة. بدون أنت لعلمك اليافطة تبي إذن حتى هي راه. إذن ومعها ترخيص، حتى هي اللي تبي ترخيص اليافطة توا يديروا فيها بدون ترخيص. ولهذا القطاع الخاص، نقابات القطاع الخاص اهتزت، لأن أنت لما بتتسجل في القطاع الخاص في نقابة القطاع الخاص بتدفع رسوم أكثر من الرسوم اللي قلنا عليها تو في القطاع العام، وهي أقوى. يعني أنا شفت مرة في النظام السابق، شفت يعني حتى احتجاجات لسيارة الأجرة، نقابات سيارة الأجرة ودارت احتجاجات حتى في ضوء النقاب الصائف. ربما هذا يقودنا إلى الحديث عن دور النقابات، لكن قبل ذلك أحد المشاكل التي واجهت النقابات وأشار إليها الدكتور أسامة في الحقيقة هو موضوع الاستقلالية. يعني في النظام السابق حاول الهيمنة على جميع النقابات والاتحادات واتحادات الطلبة إلى آخره من أجل يعني السيطرة على هذا القطاع العريض من المجتمع. يعني ما هو واقع استقلالية النقابات الآن والاتحادات؟ طبعا في السابق ليبيا موقعة عليه قانون حرية النقابة، حرية العمل النقابي، فهو النظام السابق طبعا مش عاطي هامش للنقابات، كان يعني إلغاها. ففرضت عليه المنظمات الدولية، فرضت عليه أنه لازم تدير نقابات، لأن فيه أجسام ومنظمات مناظرة ليه. فأخضع هو وفي 94 تقريبا
وصرح النقابات من جديد وضد النقابات استقلاليتها. انا ما نقولكش يعني احنا تو انا كنت في نقل بحري يعني استقلاليتها مرهونه في اشخاص في الاشخاص النقابيين. في الشخص النقابي مثلا يقول لك فكني خاف وفي اللي واجه طبعا يتحمل المآسي. احنا انا كنقل بحري واجهنا ودرنا موقفين، مره موقف في عيد الاضحى احنا 8 شهور ما خدناش معاش كنقل بحري، هددنا وبعثنا رسائل كنقابه احنا هددنا وبعثنا رسائل للمحطات والجرايد ساعتها الجرايد وكذا وهددنا ان احنا بيقوموا بمسيره. طبعا احنا كنقابه خدينا الاجراء لان حتى المواطنين العاملين مش حيرضوا وجوا الجهات الامنيه وحقوا معنا وقتها قبلا علاش بتديروا علاش قلنا احنا ما عندناش معاشات 7 شهور. في اي فتره هذا الكلام؟ هذه في ايام كانت الامانه مساعده في 2003 تقريبا 2003 اذكر الوقت جو حقه معانا دوره اللجنه الشعبيه العامه بما معنا بعثت لنا صك بمليون دينار وغر انتم اسكتوا هاكم مروات. طيب الشاهد يعني انت على حسب النقابه ما تقولش هل بعد الثوره هذا تتحدث انت عن فتره النظام السابق، لكن هل بعد الثوره يعني شعرت النقابات والاتحاد بشيء من الحريه في الحركه وال يعني والتحرك حقيقه انها لا زالت تشعر حقيقه من الحريه لين بطلت من الحريه لين بعت كل واحد يدير اتحاد فوضى. نعم طيب مش فوضى لكن كل واحد بدا يدير اتحاد من راسه وبدت حريه معناها ما في حد شدنا. احنا مشينا درنا اعتصام قدام رئاسة الوزراء الحق يعني ما حد قال لنا لا، درنا اعتصام قدام وزارة المالية ما قال حد لا، فهمتني؟ واستقبلونا وتفضلونا وفاوضونا يعني طيب. حرية صراحة الحرية موجودة. طيب دعني أتحول إلى السيد محمد المبروك ربما تأخرت عليه قليلا. سيد محمد يعني أريد أن أسألك حول مساهمتكم أنتم في هذه المنظمة منظمة الوحدة النقابية الإفريقية في تقوية القطاع العمالي والتوعية بهذا الجانب في داخل ليبيا، هل لديكم أي إسهامات ودور ورؤية في هذا المجال؟ نعم أخي، في الواقع المنظمة لما تكون البلد أي بلد مستقر وآمن عندنا كثير من البرامج من جميع الدول، فكثير من الدول الأفريقية ومثلا مصر السودان الجزائر، أنا أتكلم بس على الدول العربية الآن لأن في أمثلة حية قاموا بنشاط في ثقافي وتوعوي للقوى العاملة في سواء من النواحي القانونيه كيفيه الاتفاقيات وكيفيه المطالبه بالحقوق وكيفيه التمهيد ثم الصراعات المسلحه. قلت لك ان في صراعات مسلحه هناك دراسات مهمه جدا، صراعات ودراسات مهمه جدا. طيب هذه الصراعات سيد محمد يعني هذه الصراعات يعني في بعض الدول يكون للعمال دور او للاتحادات دور كبير من أجل حل هذه الصراعات وهذه النزاعات، يعني ربما يعني يحضرنا كمثال يعني الاتحاد العام للشغل التونسي يعني صحيح. لماذا لا نرى دورا مشابها في ليبيا مثلا؟ صحيح والله هذه نقطة مهمة جدا بارك الله فيك أشرت إليها. هذه يعني نحن لا نستطيع أن نفرض أنفسنا خاصة في بلد يعني تعرف الآثار والانعكاسات على الصراعات اللي قامت في البلد في ذلك الوقت. فالقوة العاملة في أي بلد من البلدان أو العمال هم السبب الأعظم من أي شعب من الشعوب، وبالتالي هم القادرين على فعلا في برامج المصالحة في الحوار الوطني في برامج نزع السلاح ايضا في برامج بناء الوطن وعاده البناء، يعني كل هذه البرامج يمكن للعمال ان يؤدوا دور ورساله مهمه جدا. لان ليش؟ لان اولا العمال هم بسطاء، ولكن كلمه البسطاء لا تعني انهم ليس بينهم كوادر. هناك من يعتقد ان العامل هو الرجل العادي البسيط اللي فقط، لا بالحركه العماليه هناك دكاترة وأساتذة و نعم. لو نقول لك مثل بسيط نعطيك مثل بسيط قريب هنا باختصار رجاء سيد محمد. رئيس اتحاد عمال السودان كان يعني دكتور طبيب الآن هو وزير خارجية الدكتور البروفيسور إبراهيم غنوة، هو كان فقط
نقابي في السودان. نعم شكرا لك. شكرا لك سيد محمد المبروك نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية. في كلمة أخيرة لك دكتور أسامة الأزرق، يعني كيف يمكن أن يؤدوا هذا الدور الذي كان يتحدث عنه، يعني باختصار ما هو المطلوب منهم؟ طبعا النقابات كما تفضل الأستاذ، النقابات شريك في الوطن. يعني احنا نشوف النقابات كان لها دور الحسم في 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 فصل الصراع السياسي في تونس. يعني الرباعي النقابي اللي اخذ جائزة نوبل النرويجية وممثلين اصبحوا رسل سلام، هو اللي فصل الصراع باعتبار ان النقابات هدفها ليس لها علاقة بالعمل السياسي او انتماء سياسي، وانما هدفها هي حماية الشريحة الكبرى في في في, في الوطن هل في الدولة. فعلى سبيل المثال اتحاد الشغل التونسي، قوة اتحاد من قوة العاملين. طيب يعني ربما ليس لدي مزيد من الوقت، يعني هل يمكن للاتحاد الليبي ان يمارس دورا مشابها؟ والله يعني كما وضحت لك هو يمكن ممارسته، وهذا ياتي بالتوعية وبنشر الوعي النقابي وبتوضيح دور النقابات واعطاها قوة. انا حتى اقصد الخاص، ليس اقصد المهنة الحرفية، اقصد طيب. هل يعني مثل على سبيل المثال نرجع إجابة أخيرة بس، لماذا المواطن يأتي بالقطاع العام ولا يأتي بالقطاع الخاص؟ لأن القطاع الخاص ما فيش عقد بينه وبين العمل، ما فيش من يضمن له الضمان الاجتماعي، الرعاية الاجتماعية. لو في نقابات أن نقوي القطاع الخاص ونحل المشكلة اللي تمثلها طيب. القطاع العام. تعليق أخير لديك سيد عسان زوبي. والله إحنا طبعا كاتحاد وطني أنا ندعو لوحدة عمالية على كافة القطب الليبي. الاتحاد الوطني فيه من جميع المناطق، احنا مع احنا راهو الاتحاد العمال. هل لديكم مساعي في ذلك؟ طبعا. الى اي درجه وصلتم؟ يعني هل هناك تقارب؟ يعني والله في البدايات طبعا هو الاستاذ محمد بوزيد هو اللي صراحه قائد المنظومه هذه، هو قائد المنظومه، وان شاء الله نسعى. نتمنى لكم من الزنتان ومن سرطه ومن الشرق، نتمنى لكم التوفيق وربما يكون لكم دور يعني حتى في حل الازمه الليبيه بشكل عام. سيد عبد السلام الزوبي نائب رئيس اتحاد العمال في ليبيا، واشكرك فرع طرابلس، واشكرك دكتور اسامه الازرق عضو هيئه التدريس بكليه الاقتصاد والنقيب اعضاء هيئه التدريس بجامعه طرابلس، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. وكذلك نجدد الشكر للسيد محمد المبروك نائب رئيس منظمه الوحده النقابيه الافريقيه، وشكر موصول اليكم اعزائي المشاهدين لطيب متابعتكم. الى ان نلتقي بكم، دمتم في امان الله.